رب ضارة نافعة، المقولة التي ألقت بظلالها على أسعار الذهب منذ بداية ظهور جائحة كوفيد-19، والتي رفعت من منحنيات أسعار الذهب في فرصة لبيعه، والذي تتأرجح أسعاره قليلاً في الانخفاض. الأزمة خلقت نوع من التوعية والثقافة في الكويت، البلد الوحيد أو السوق الوحيد لم يتأثر بالأزمة كثيراً. ممكن تأثرت المشغولات الذهبية، الحلي، بعض الشيء، لكن في سوق السبائك بالذات وبإحصائيات وزارة التجارة يمكن الكميات تضاعفت. الناس كلها توجهت إلى المنازل الآمن، سواء كان سيولة أو كان أرباح. الذهب حقق 36% خلال العام، حتى اللي ما كانش قادر يشتري السبيكة الكيلو بنشتري السبيكة نص كيلو، مش قادر يشتري سبيكة نص بيشتري حاجة اسمها العشرة طولة، منتج كويتي جدا جدا مشهور ويلائم الجميع. حتى اللي مش قادر يشتري لا السبيكة ولا الكيلو بناخد حاجة اسمها قص من الكيلو، معتمد ومختوم من كل الوزارات. الذهب الخام هو من أكثر السلع إقبالا من الجمهور بمختلف أحجامه، والذي توازت معه الفضة في الآونة الأخيرة لانخفاض سعره بالنسبة للذهب الأصفر. في ارتفاع جاي لمدة 18 شهر، في ارتفاع احتمال يوصل مبالغ اكثر من كذي بالنسبه حق الكيلو. الجرام حاليا اليوم صار فيه نزول شيء بسيط. بالنسبه حق اقبال الجماهير، في اقبال قوي الحمد لله، لان يدرون حاليا هو الملاذ الامن، بالذات سبايك الليرات، الناس اللي يحبون المشغول، فعلموا ما هو يبقى الذهب ذهب. سلع استثمارية من شأنها أن تباع وتشترى فيما يتأثر بكافة الظروف التي تجتاح العالم، فكما يطلق عليه زين وخزينة، كملاذ آمن في فترة الأزمات. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.